صلاة يوم الجمعة من كتاب السبع صلوات الإسبوعية. صلاة عزاريا. ووقف عزاريا وصلى هكذا، وفتح فاه في وسط النار وقال: مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا وحميد، واسمك مملوء مجدا إلى الأبد، لأنك عادل في جميع ما صنعت بنا، وأعمالك كلها صدق، وطرقك كلها مستقيمة، وجميع أحكامك حق، وقد أجريت أحكام حق في كل ما جلبته علينا وعلى مدينة آبائنا المقدسة أورشليم، لأنك بالحق والحكم جلبت جميع هذا علينا لأجل خطايانا. لقد أخطأنا وأثمنا لنبتعد عنك، وأجرمنا في كل شيء، ولم نسمع لوصاياك، ولم نحفظها، ولم نعمل بما أوصيتنا لكي يكون لنا خير. فجميع ما جلبته علينا وجميع ما صنعت بنا إنما صنعته بحكم حق، فأسلمتنا إلى أيدي أعداء أثمة وكفرة مبغضين أشرار وملك ظالم أشر من كل من على الأرض. والآن ليس لنا أن نفتح أفواهنا، فلا تغذلنا إلى الانقضاء لأجل اسمك، ولا تنقض عهدك، ولا تنزع عنا رحمتك لأجل إبراهيم حبيبك، وإسحاق عبدك، وإسرائيل قديسك، الذين قلت لهم: إنك تكثر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. لأننا يا سيدنا قد قللنا عددا أكثر من كل الأمم، ونحن اليوم أذلاء في كل الأرض لأجل خطايانا، وليس لنا في هذا الزمان رئيس ولا نبي ولا مدبر ولا محرقة ولا ذبيحة ولا تقدمة ولا بخور ولا موضع لنثمر فيه أمامك ولنجد رحمة نحوك يا رب، ولكن بنفس منصحقة وروح متواضعة تقبلنا إليك، وكمحرقات الكباش والثيران وربوات الحملان السمان، هكذا فلتكن ذبيحتنا أمامك اليوم وتكمل حلفك، فإنه لا خزي للمتوكلين عليك. والآن نتبعك بكل قلوبنا ونتقيك ونبتغي وجهك، فلا تخزنا، بل اصنع معنا رحمة كدعتك وككثرة رحمتك، وانقذنا كحسب عجائبك، واعطي المجد لاسمك يا رب، وليخجل جميع الذين يطلبون الشر لعبيدك، وليخزوا من كل قوتهم واقتدارهم، وليتحطم عزهم، وليعلموا أنك أنت الرب الإله وحدك المكرم على كل المسكونة، ولم يفطر الذين يوقدون أتون النار خدام الملك، وهم يوقدون الأتون بكبريت وزفت ومشاقة وزرجون. فارتفع اللهيب فوق الأتون 49 ذراعا، وانتشر وأحرق الكلدانيين الذين وجدهم حول الأتون. وملاك الرب نزل مع عزاريا في أتون النار المتقدة، ونفض لهيب النار عن الأتون، وجعل وسط الأتون ريحا ذات ندى بارد، فلم تمسهم النار البتة، ولم تؤلمهم، ولم تزعجهم. حينئذ سبح الثلاثة من فم واحد ومجدوا وباركوا الله في وسط الأتون، والصبح لله دائما أبديا آمين. الطلبة الأولى: أنا علمت أي خيرات قد أعددتها يا رب لكل الذين أحبوك وأرضوك، وأي شدة وغضب ادخرته للخطاة غير التائبين، غير المحبين لاسمك العظيم القدوس. وأنا محتار أي نصيب قد صار لي منهما، أنظر إلى أعمالي فلا أجد ما يبرر حصولي على النصيب الصالح مع هؤلاء الصديقين المجاهدين. ولكن إذ أتطلع إلى ذلك العشار الخاطئ الذي وقف أمامك غير متباهي بأعماله
ولكن بالحري، مطرق الرأس، قارع الصدر، مهموم الفؤاد، كيف أنه بمذلته واتضاعه وسجب نفسه خرج من لدنك مبررا مغفور الخطايا. أسرع إليك أنا أيضا، وإذ أرى نفسي مضغوط بالإثم أنطرح بجملتي على الأرض أمامك صارخا إليك أن تجود علي برحمة. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ الغير مستحق، ونجني من النصيب الرديء. لا تجعل لي يا رب من تلفظي لاسمك الطاهر دينونة بالأكثر، ولكن فلتصر لي يا رب من استغاثتي بك استنارة وقداسة بالجسد والروح، واجعل من صراخي بخورا عطرا يرتفع أمامك أيها العظيم القدوس، فيملأ بيت رحمتك رائحة رضا. وكما صار ذكرك عندي حلو بل وأحلى من كل حلو، هكذا اعطني كل حين من لذة عشرتك ومن حلاوة طهرك، فإن نفسي مشتاقة إليك كاشتياق الأرض المجدبة لقطرات المطر. فاسقيني من جودك لأرتوي وأقدم ثمرا مقبولا قبل الموت. كللنا بالمراحم والرأفات لأنك صالح وكريم، فنشكر ونمجد عظمتك لأننا نحن مستحقين حكم الموت، واستأهلنا نصيب النار والدود وظلمة الأبدية المخيفة. وبقيود خطايانا التي رضينا بها قد كتبنا لأنفسنا رباطات الهاوية وسلاسل الجحيم التي لا تنفك، ودفعنا أنفسنا إلى يد ملائكة أشرار لا ترحم. اذكرني يا رب وخلصني من هذه كلها، لأنك قدوس لا تحب الخطية ولا تطيق الإثم، أنت المستريح في القديسين. أمرتنا أن نسأل لنأخذ، فأقدم إليك مسألتي بمذلة حتى تدخل طلبتي إليك حسب وصيتك، فترحمني كما رحمت الكثيرين إذ أعطيت الجميع بسعة ولم تعير. اعطني أن أجد دالة عندك، وليصر اسمك لي قداسة في فمي ونورا في جسمي، فأتقدم إليك به ويقبلني الصديقون والأبرار في منازلهم هناك في مساكن النور العلوية. لست أتكل على ذاتي، ولكني أتكل عليك، لأنه إن كان الصديق بالجهد يخلص فالمنافق الخاطئ مثلي أين يظهر؟ ولكن هي رحمتك المجانية ومعونتك ورأفتك تنتشلني من ظلمة الجحيم. نشكرك يا رب لأنك جعلتنا أهلا أن نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمك القدوس ونبارك عظمتك. أعطينا يا رب أكثر فأكثر أن نمجدك، حتى إذا ما تقدسنا نعطي ثمارا تليق بكرامتك 160 و30 جميعا، ونتجر بالفضة فنقدمها إليك مع الربح. لا نعطي نعاسا لعيوننا، بل نسهر كل ساعة ونستيقظ لاستقبال عريسنا عند مجيئه، ممنطقين أذهاننا بالحق ومضيئين بزيت البهجة والسرور، حتى نصير حينئذ أهلا أن نرتفع إلى السماء مع الصديقين في سحابة المجد التي سوف تأتي عليها. اجعل لنا يا رب نصيبا في مقابلتك مع صفوف الملائكة والقديسين، ونسجد كما يليق بعظمتك ونعاين مجدك الفائق الذي لا يوصف. المجد لمن ألبس الأذلاء ثوب الملوكية، المجد لمن جعل بني الموت أولادا للحياة، المجد لمن نجانا من فم الأسد وجعلنا ورثة لملكه الأبدي، وأسكننا في النور العلوي الذي لا تغشاه ظلمة ولا يتخلله ليل، حيث السرور والفرح
حيث لا حزن ولا بكاء، لأن من هناك هرب الحزن والكآبة والتنهد، حيث نكون مع الرب دائما، له المجد إلى الأبد. آمين. يا رب نجنا من الظلمة الخارجية، من البكاء وصرير الأسنان، واذكرنا في سرور شعبك وميراث قديسيك. شرفنا بخلاصك لنشارك مختاريك ونفرح مع أولادك. أسأل نفسي أين سيكون مسكني عندك يا رب الدهور في ذلك الدهر العتيد بعد كمال عمري وانتهاء حياتي؟ أسيكون نصيبي بين المتوجعين في قاع الجحيم، أم أكون بين المرنمين بالسرور على أسوار أورشليم؟ أين سيكون مقامي؟ أفي الظلمة أم في النور؟ أفي الشدة أم في بهجة النعيم؟ ولكن كيف يكون حظي في النور والسرور وأنا جالس هنا أعمل الشر وأفكر في الدنس؟ أتكاسل عن وصايا الرب وأسرع في طريق الزلق، نشيط في الغضب ومتواني فيما يرضي الرب. ليس لي توبة خالصة لأني مغلوب من نيتي، مصروع من لذتي. ليس لي بكاء ولا تنهد، ليس لي صوم ولا تضرع، ولا شيء بالمرة مما يرضي صلاحك يا محب البشر. ويلي، كيف أكتب لنفسي العقوبة وأقرر لنفسي الهلاك، حيث لا راحة ولا هدوء، حيث عذاب مخلد وضيق مقيم، نار لا تطفأ ودود لا يموت، عمق الهاوية مظلمة وشدائد ليس لها وصف، وأهوال لا يتصورها عقل، حيث لا يرجى من بعد هذا المرار نور، ولا ينتظر من بعد العذاب راحة، فهو مرارة المر وعذاب الأبد. ويحي أنا الشقي إذا كان هذا نصيبي، نظير كسلي وتواني وتكبري وعنادي، وازدرائي لمن هم دوني، وحسدي لمن هم أعلى مني. شبعت بالملذات الفانية وسكرت بالشهوات الدنيوية الزائلة، أحببت النوم وكرهت السهر على خلاص نفسي، تلذذت بالمآكل وأعرضت عن الصيام، انغمست في الدنس وامتهنت الطهارة، ملت إلى العناد أكثر من الطاعة، وآثرت الغضب المضل والغل الكثير عن الهدوء والسماحة، نفرت من السكون وتلهيت بالمجالس والمسامرات حتى بردت نفسي، فكرهت الصلاة التي كانت كل لذتي. صرت ابن الغضب وصديق الحلف واللعن والصراخ والكذب، أحببت المزاحة ومالت نفسي إلى مجالس الهزوء والضحك، ما يكف لساني عن الكلام بلا سبب، حتى صارت النميمة عندي سهلة كشرب الماء، والاغتياب صناعتي التي أتقنت فنونها. أسقطت الكثيرين في شركي، وألهبت قلوب الودعاء بالغضب على من كرهتهم نفسي، فصار شري شرين ومصيبتي ضعفين، أغيظ عديم القنية وأنصاق وراء الاكتناذ والقنية، أحسد أصحاب النسك والتعب وما أقوم على رجلي لأصلي، من كثرة إثمي بردت محبتي، فناصبت العداء لكل من صادفني، أفر من عمل اليدين لأني أحببت البطالة والكسل، لم أؤثر أن أجالس المحزون، وأتودد لمجالسة المهذارين حتى قسى قلبي وجفت عيوني، ما أطيق حزنا أو تعييرا حتى ولو كان من أجل اسم الرب، أسرع نحو المتكئ الأول وأرغب في المديح الزائف، حتى لبس جسمي الكبرياء والصلف، وظننت في نفسي أنني كل شيء. ويحي ويحي، لقد أبغضت السماء وكل خيراتها،
لأتنعم باليسير من تراب الأرض. ماذا سيكون موقفي أمام الديان يوم مجيء الرب ليجازي كل واحد حسب أعماله؟ تناسيت الآلام التي جزتها يا رب، نسيت أنه من أجلي شتمت ولعنت، رذلوك واحتقروك، وسمعت التعيير بأذنيك فلم تسخط ولم تغضب، واحتملت الانسحاق من أجل شقاوتي. لطموك وأهانوك وظلموك وتفلوا في وجهك، واحتملت كل شيء هذا من أجل غباوتي. أذاقوك المرة وفرحوا بقساوة قلوبهم، وأنت تحملت من أجل خلاصي. فلماذا كل هذا عملته من أجلي وأنا قط لم أحتمل كلمة تعيير أو خسارة يسيرة أو ظلما بسيطا من أجلك؟ من لا يبكي علي؟ أنا الذي جعلت الورع والتقوى حجابا للرذيلة، وبالكلام المنمق والآيات أخفيت نجاسة قلبي. اعتزلت عن العالم وأنا غائص فيه لعنقي بقلبي وفكري. لبست زي القداسة وأنا لازلت مديون للنجاسة، ومن أجل كثرة إثمي فسدت طهارة محبتي. يا رب أتضرع إليك بصلوات قديسيك وبجهادهم وأتعاب نسكياتهم التي قدموها بأسهار وصلوات وأصوام وقداسة. اصفح عن ذنوبي وتغاضى عن جهلي وغباوتي، لأنك ما تشاء موت الخاطئ وما تؤثر أن يهلك خروفك الضال. عد ونجي نفسي وقم اصنع معي حسب صلاحك، حتى أترنم مع النبي القائل: ارجعي يا نفسي إلى راحتك، فإن الرب قد أحسن إليك لأنه قد نجى نفسي من الموت. المجد للذي أعطانا توبة للرجوع إليه وقيامة للحياة معه. الصبح للذي مزج حلاوته لمحبيه وأسقاهما كأس الهناء ليغير مرارة أوجاعنا إلى تهليل. الصبح لك، ما أعجبك وما أعجب أسرارك. الصبح لمحبتك التي صارت في أفواه شاربيها أنهار ماء تنبع حبا وحياة إلى الأبد، التي إذا ذاق منها أحد صار باغضا لكل ملذات هذه الحياة. كل من أحب بهائك يلتهب ويحترق قلبه كل حين، ويشتهي أن يطير من هذا العالم. الصبح لك أيها المتحد بمحبيه ليكونوا معه واحدا بأبيه. الصبح لك يا حياة كل العالم والمخفي عن الكل، لكنك تشرق خفية في قلوب محبيك على الدوام بلا نقصان. الصبح للذي حكمنا إلى طريق الخلاص وجعلنا مستحقين نحن الأشقياء أن نعرف السر المكنون منذ الدهور الذي لتجسده العجيب، وأهلنا لميراث مجده العتيد. الصبح لك يا من لم يدرك ولم يستفحص قط من خليقة ما، مما في السماء ومما على الأرض، ولكنك معروف بجودك وإحسانك، ومدركة هي قوة حكمتك وظاهرة أمام عيوننا أعمالك وكل صنعة يديك. كل هذه يا سيد تشيد بمجدك وتنطق بحكمتك وتبرهن على قوة قدرتك. الصبح لمن هو مخفي عن الكل وظاهر للكل بأعماله. الصبح لنبع الحياة الذي تشرب منه كل الخليقة. الصبح لإلهنا الحكيم المشرق برحمته في عقول ناظري، والذي أضاء العالم ببهاء نوره فأشرقت في قلوب محبيه معلنة سر الحياة. الصبح للذي نجى نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلق لأرضي الرب في أرض الأحياء. واجعلني أهلا أن أسمع كلمة الحياة القائلة: ابني هذا كان ميتا فعاشا، وكان ضالا فوجدا، لأن لك المجد
والعزة والإكرام يا رب الدهور كلها، آمين. الطلبة الثانية: يا رب لا توبخني بغضبك، فإني ضعيف لا أحتمل غضبك. أرى نفسي عريانا مفضوحا، واقفا أمام منبر الحكم وقد انسد فمي عن الجواب، وما لي حيلة إلا أن أقع على قدميك صارخا أن لا توبخني بغضبك. أنا عالم ماذا ينتظرني يا سيدي لو خرجت من أمامك وأنا لم أحظى برحمتك وعفوك. فالذلة والهوان والعار والفضيحة أمام صفوف قديسيك، والحزن والبكاء وصرير الأسنان إلى أبد الآبدين. فأنا الآن أستعطفك يا إلهي، وليس لي جواب أرد به عن واحدة مما صنعت، فقد فقت اللص في إثمه وزدت على الزانية في فجرها، وإن كان لم يراني أحد وظهرت للناس كأني بار، إلا إنك أنت كاشف أمري، فكل شيء عريان أمامك. أغضبت اسمك القدوس وعصيت أوامرك وخالفت صوت روحك القدوس في داخلي، وبددت كنز الطهارة الذي وهبته لي وأطفأت المصباح ولم أتمتع بنوره لحظة، فصرت أتخبط في ظلمة جهلي ودنست شفتي بكلام الهزء والقباحة والتجديف. أطلقت لساني للمذمة والكذب والرياء والحلف والشتيمة واللعن، فصار عضو البركة مخزن اللعنات. قد صرت ملوما في كل شيء، مدانا على كل فعل، وليس لي في كل هذا عذر أو جواب، ولكن وقعت بين يديك أطلب رحمتك أن لا توبخني بغضبك. لست أكترئ لأقول لا توبخني البتة، لأن ذلك لا يمكن أن يكون، ولكن لا توبخني بغضبك. استر فضيحتي برحمتك، اخفي ذنوبي وعاري عن أعين الملائكة والقديسين لئلا يقشعروا من هول قباحتي وفضيحتي فيفر مني وأنا محتاج إليهم. لا تغضب قبل أن توبخني، لأن من يستطيع أن يحتمل غضبك؟ إذا كان غضب الملك الأرضي يظهر أنه لا يحتمل، فكيف يحتمل غضب إله السماء والأرض؟ وبخني يا رب ولكن ليس بغضبك، وبخني يا رب ولكن بمحبتك. أنا مستحق العقاب يا رب، ولكن لا تعاقبني برجزك. لست أقول لا تعاقبني لئلا أوجد غبي أمامك، لأني مستحق التأديب، ولكن لا تعاقبني برجزك. فإن كان لصا تاب وأخذ منك المغفرة، وإن كانت زانية تقدمت إليك بالدموع والحسرة فنالت العفو والسماح، وإن كان عشارا قرع صدره نادما فنزل مبررا من قبلك، فأنا ليست لي إلى الآن لا توبة صادقة ولا دموع ولا ندامة ولا قرع صدر أقدمه لأنال كما نالوا. ليس لي صلاة نقية من نفس منكسرة، ليس لي صوم صادق من الداخل والخارج، ليس لي مودة حقيقية، فأنا متقلب ليس مع أعدائي فقط بل وحتى مع أحبائي. ليس لي عفة وطهارة أجد فيهما دالة لأتقدم بهما إليك، فأنا دنست الجسد مع الفكر كلاهما. وعدت كثيرا أن أتوب، ولكني رجعت إلى دنس خطيتي كما يرجع الكلب إلى قيئه، فصرت حانثا وكاذبا، خررت باكيا وسجدت في بيتك، وعندما خرجت رجعت إلى رداءة سيرتي بإرادتي. استهنت برحمتك واستخففت بحلمك وطول أناتك، كم مرة رحمتني فعدت وأبغضتك، كم تأنيت علي فلم أرجع،
كم مرة أقمتني فسقطت، كم أحسنت إلي فجحدت إحساناتك، كم مرة استجبت لي وأنا عصيتك، كم مرة أخطأت إليك فغفرت لي مثل أب واحتملتني كصالح ومحب البشر، وقبلتني كما يقبل الإبن، وعصتني بكلام الحياة، ومددت إلي يدك وناديتني أن لا تخف، إذا سقطت فقم لأني لا أبعدك عني، فلست أشاء موت خليقتي ولا أصر بموت الخطاة، وليس بمعقول أن أبغض صورتي. هل أرد إنسانا تاب ورجع إلي وأنا الذي من أجله اتضعت ونزلت من السماء وتألمت وقدمت نفسي إلى الموت؟ نعم يا رب، إذ أنت رحوم وواحد في جوهرك، فأنت هو أمس واليوم أيضا وإلى الأبد، فاصنع معنا رحمة كرحمتك الأولى، وبطول أناتك لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني برجزك، ولا تتعجل في الحكم علي، فقد بقى لي زمان للتوبة، لا تحصدني وأنا في منتصف أيامي، ولا تسرع في قطعي مثل شجرة التين، ولكن سيك حولي واختبرني سنة أخرى، اسقني فيها برحمتك لأخرج ثمرا هو صنعة رحمتك، لا تخطفني وأنا غير مستعد، ولا تأخذني وأنا مصباحي مطفأ، تمهل علي قليلا لأسرج مصباحي بزيت التوبة، وأشتري منك ذهبا مصفى بالنار أستر به عورتي، لأني إلى الآن فقير وعريان، وليس لي لباس عرس ألبسه عندما أمسل أمامك، يوم يقف أمامك كل بشر. تحنن يا رب وارثي لفقري وخيبتي، وتمهل علي لأتوب عن جهلي وعمى قلبي وكسلي وفسقي وزناي، اتركني قليلا لأتوب، لأن ليس لي وجه أرفعه نحو السماء، ولا دالة أشعر بها إني أهلا للوقوف بين يديك، ولكن يا رب لا توبخني بغضبك ولا تعاقبني برجزك، ارحمني يا رب فإني ضعيف النفس والجسد، ضعف عقلي وفنيت قوتي وفرغ زماني وانقضت أيامي في الباطل، أرى وقتي قد دنا، فافتح لي باب رحمتك، وإن كنت لست أهلا لرحمة لأني لم أرحم أنا ذاتي، مد يدك وانتشلني من عمق جحيم الشهوات المنغمس فيها، وإن لم تمد يدك فمن ذا عساه يستطيع أن يقيمني، أنت منذ البدء محب للبشر فلا تغلق محبتك عني، اعطني زمانا قليلا ودموعا كثيرة وتوبة وندامة وانسحاق نفس، حتى يكون لي سببا لرحمتك ووسيلة لعطيتك، وإن كان كل ما يقدمه بني البشر هو لا شيء أمامك، حتى إنك حسبت كل ما يعمله الإنسان كخرقة نجسة، فلا تبطئ أنت يا سيد بمعونتك، لأن نعمتك تخلصنا مجانا، وماء الحياة أنت تقدمه للعطاش إليك بلا ثمن، بدونك لا نستطيع أن نعمل شيئا، لأن خصمنا قوي وعنيد، ومحاربتنا ليست مع دم ولحم، ولكن مع أرواح ورؤساء ظلمة وسلاطين شر، ولكن بك نغلب لأنك خرجت غالبا ولكي تغلب، أي مريض يستطيع أن يداوي نفسه، وأي مغلوب يقوى على القيام وهو مصروع من عدوه، ارحمني يا رب فإني مريض بشهوة نفسي ومجروح في معركة عدوي، عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، اطلبني أنت يا سيدي
لأنك خرجت تطلب الخروف الضال، وخلصني لأنك جئت لتطلب وتخلص ما قد هلك. ليس الصحيح المعافى هو الذي يزوره الطبيب، ولكن المريض المطروح المهزوم من شدة مرضه هو الذي يستغيث ملتمسا رحمة ومعونة. فيا طبيب نفسي، لا تنظر إلى شدة جسدي، ولكن تطلع إلى حالة نفسي، وارسي لضعفي وتحنن واشفيني. أما القديسين فالرب يحفظ عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. وأما النجسين مثلي فكل عظامهم تكسرت، أما عظامي فهي الإيمان والرجاء والمحبة التي تنتصب عليها نفسي. هذه كلها انسحقت مني، فلم أعد أقوى على وقوف أو قيام. فمد يدك والمس نفسي لأقوم وأحمل جسدي، فأقدم لك ذبيحة حية مرضية. يا رب لا تتأخر علي كثيرا، لأن وقتي قد دنا، وهل حاصد قد وافى والمنجل في يده مسرعا لقطف حياتي وهي بلا ثمرة، فمصيري إلى الفرز والحريق. فلا تتأخر علي كثيرا، بل تعال أيها الرب يسوع واسقني من ماء الحياة لأخرج أثمارا تليق بالتوبة. لقد سمعت عن الفأس التي وضعت على أصل الشجرة الغير مثمرة، وكنت أستخف بذلك المقال ولا أرسي لذلك الحال، حتى صار هذا القول علي، وذاك الحال صار حالي. فيا رب تمهل علي واعطني فرصة للتوبة، لأن مشيئتك أن لا يموت الخاطئ بخطيته، بل يتوب ويعود إليك. فيا رب اعطني شجاعة لأعترف بذنبي وأقر بخطيتي، لأنك أمين وعادل حتى تغفرها لي ولا تذكرها إلى الأبد. ويحي أنا الشقي، أطلب المزيد من الحياة وأخاف أن أزيد في جهلي وأتمادى في خطيتي. قد تحيرت ولم يعد في قوة، ولكن ادركني أنت يا رب برحمتك، لأنه ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل للذي يعطي. خلصني أنت يا رب برحمتك، ليس من أجل أعمالي لأن أعمالي خبيثة، ولا من أجل أفكاري لأنها دنسة. فإن كنت تنوي يا سيدي أن تحاججني، فأنا مغلوب لك، وأكتب دينونتي بيدي وأقر وأعترف إني أهلا للموت، ولكني أنا أحتمي برحمتك وأهرب منك إليك. ولا تؤاخذني على جهلي، لأنك عرفت منذ البدء إن قلب الإنسان شرير منذ حداثته، وإنه من الطين أخذته. فلا تستكثر عليه إذا ارتمى زمانا في حمأته، اذكر أنه لا يتزكى أمامك أحد، ومولود المرأة ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض خاطئ أمامك. أليس بالإثم حبلت بي أمي، وبالخطية ولدتني؟ من يكون طاهر أو حكيم لديك إذا كانت السماء أمامك غير طاهرة، وإلى ملائكتك تنسب حماقة؟ وإن خلصت من هو مستحق الخلاص، فليس هذا عجبا أو مناسبا لسعة رحمتك، بل خلص يا رب من هو غير مستحق مثلي. إن قبلت الصديق وبررته فلا يوافق هذا كثرة تحننك، ولكن بالحري تحنن على الخاطئ المسكين الذي ليس له عون في ذاته. إن رحمتك يا رب تسبق طلبتنا وتزيد عن تقديرنا، فهوذا المديون طلب مهلة ليرد الدين، ولكن من قبل الرحمة فككت دينه. هوذا الابن الضال قال أرجع لأبي وأقول أخطأت،
وأطلب منه أن أصير كأحد الخدم في بيته، لأني أخذت ميراثي وبددته، ولكن من قبل الرحمة قبلته. هو ذا اللص طلب أن تذكره في ملكوتك، فإذا بك تأخذه معك إلى هناك، لا ليتنعم بالذكرى بل ليحيا معك. هو ذا بطرس بكى إليك لتصفح له عن جحوده، فإذا بك تجعله صاحب السلطان لا على الأرض فقط بل وفي السماء. هوذا رحمتك تنسكب بغزارة على عبيدك الذين بلغوا حد اليأس وقطعوا الأمل من الاعتماد على أنفسهم، ورجعوا إليك صارخين: ارحمنا كعظيم رحمتك وخلصنا برأفتك، لا تنظر إلى أعمالنا ولا تعاملنا بآثامنا. الآن هذا زمان توبتي، فاعطني يا رب قبولا أمامك بمحبتك. نعم هبني أن أحبك ولو إني غير أهل لهذا الحب، واسمع صلاتي ولو إني خاطئ، واستجب لي برحمتك، لأن ليس في الموت من يذكرك، وليس بعد القبر توبة ولا ندامة. الرب يسمع صوت بكائي، الرب يقبل صلاتي، فيغزى جميع أعدائي ويرتد عني عاجلا. هللويا، لأنه يليق بك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.